اخوان السلام عليكم. نسيت سمحوا لي قال لك واحد من تجي الكيسان قال كل بيره تشربها في كاس ديالها معناه بصاحبي ليتيكيت مدي هادي سامي بوي المشكل هو هذا مازال ما عرف شنو هو المشكل هو هذا الانسان هو اللي يكون يفتخر بالمدينه ديالو فهمتي يكون يفتخر بها تحيتي للمراسلين تاع النميمة نيوز من جميع انحاء العالم نحييكم لهذا المنبر وغادي نقولوا توكلوا على الله ونقولوا بسم الله دابا شوفوا دابا المغرب ولا ضحكه ضحكة والله العظيم إلا المغربون وطننا أصبح ضحكة وشعب الله هل أنا الكلام اللي قلت شحال هادي باقي فيه لأن العدالة وهذا العدل والإحسان والعدالة والتنمية قعدوا الأحزاب اللي عندهم هذه اللي تستعملوا الإسلام المصالح ديالهم كلهم تيغشو وتيشفرو ما تيقوموش بالمهمة ديالهم وما قديش عليها وتيدوزو وتيلومو ناس اخرين وتيخلقو هادو تعملو التسريبات هادو زي سمير كومباين تيوسخو بعض الناس يسميها تلقوا عليهم هذا ولا جيت تشوف هذا الحزب المشتوق هذو اللي حاكمين في الحكومه فهمتي هذو كلهم ابناء الزنا فهمتي هذو كلهم شفاره ما تيقوموش بمصلحتهم الاولى هي مصلحتهم والعائله ديالهم اما الشعب يمشي يقود حاشاك هذو ما هي السياسه ديالهم كلهم لا من الاخدوش لا من الشجر لا من اسمو هذاك الاخر هذاك بن عبد الله قاعد تكلم لي عليه وذاك العنصر هذاك العنصر هذا واحد المرشي قديم وذاك سجيد تا هو الله يخلص لا نزيدك وعطى الله من ما نعرفش رؤساء الاحزاب اما ذاك العثماني وذاك الطبقه هذاك فهمتي قلت من هنا عرفتي دابا قال لك حصلوا واحد اخر ثاني واحد هذا واحد الكانسلر ديال الجماعه واش هاد التاونات مدينه الغش الممثل ديالهم البرلماني حصلوه ودابا الممثل ديال الجماعي ولا الجماعه ولا ماشي ديال الجماعه ديال البلديه ديال شنو هذاك تما حصلوه تيغش ايوا ودابا علاش نقول ملي تكلم تنوضوا لك شي ولاد الزنا من الحزب ديالو تيبقاو يدافعوا عليهم تيقول لك هذا ولدنا خصنا ندافعو عليه واش هادي ولات المافيا بروتكشن راكت فهمتي دابا مشكلة دابا فهمتي يا أخي المواطن شوف هانتوما نيجيو الانتخابات الجاية صوتوا على شي أحزاب مجهولة ضيعوا الأصوات ديالكم ما تيقوش فيهم دفعوهم لأنك مرة قلبوكم ما صوتوش هما صوتوا وربحوا المقاعد
ماشي بانهم عندهم الاغلبيه، لانهم شاركوا في انتخابات. نقول عليكم بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله، هذا والعدو، هذا والايمان، ومشيتوا تبعتهم وصوتوا، والناس الاخرين داخل السيقاش ما صوتوش وربحوا الانتخابات. ولكن هذه المره صوتوا، سيروا وصوتوا شعلة، خذوا داك اسمو داك بلافريش ولا داك موني ولا داك زيان، هاد الاحزاب صوتوا عليهم، وصوتوا على الحزب الاخضر. لكن اذا عندكم شي حزب اخضر صوتوا عليهم، ما تصوتوا على شي واحد اخر، ضيعوا الاصوات ديالكم في هاد الناس. عرفتي راه قلنا لكم، راه هادو تيطلقوا الدعايه وتيلوموا بعض الناس اخرين، الناس اللي ما قادينش عليهم تيطلقوا عليهم الدعايه وتيلوموهم. راه شوف فهي، راه نقول لك راه هاد الناس هادو راه ما يلقوش، راه ما يلقوش، راه ما قادينش. شوفوا اي دوله عربيه فيها الجمهوريه، شوف اش واقع فيها، ولا افريقيا كلها تيبقى لك تما تيموت، ما تيبغيش يحيد، ما تيبغيش يحيد من ما تيبغيش يحيد من المنصب، وما ما تعرفوش ما اسم ما معنى استقاله ولا التنازل، ما تعرفوهاش. هادو ما يسمعوش. واش عباد الله دابا هانتوما هادشي غير تنعاود انا بدي هاد الهضره راك سمعتوها، ولكن خصنا نعاودوها باش تدخل لكم في التامر ديالكم، والناس اللي ما شافوش الفيديو يشوفوا عشان نتكلم. راه عباد الله راه تيقودوها عليكم. انا باقي عاقل في صغري، الى بديت تقرا في بديت الابتدائي في مدرسه بريفي، خصك تمشي للثانوي مدرسه بريفي. دابا لا تختار، دابا تمشي تقراو بريفي، ومن تجي الجامعه تتلاحوا هما الصف الاولاني، وتيخليو ابناء الشعب هما الاخرانيين في الجامعه. وهكذا بعدا نشوف الناس مظاهره ولا احتجاج قدام الجامعه. شو ما هادشي في المغرب واقع، هاد هذيك الهضره اللي قلناها البارح ولا نقولها دائما، ما كاينش. راه هادو هاد الاحزاب، شوفوا اي عماله ولا اللي فيها العداله والتنميه شادين الاغلبيه مقودين عليها، لانهم ما تعرفوش يخراو، تيخراو تيمسحوا بالحجر، ما تعرفوش ما معنى الكابينه ولا الطواليت، ما تعرفوهاش. بحال تكلم الماء، لا 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 لا، خلينا نتكلموا على الماء، على المشاكل المهمه. بحال الطواليت ماشي مهمه، ولا تقول لي الخيريه الفلانيه خصها واحد البيج، لا لا ما تكلمش على المواضيع. اجي جيتي تكلموا على المواضيع اللي غادي يضربوا فيها الفلوس، غادي يقولوا غنديروا شانتي، لان شانتي فيه الزفت، فيه الكياس، فيه الحجر، فيه الرمله، فيه التراكتورات، فيه الحفار، تيضربوا فيه. اما باش يجيو يدخل الخيريه ساهل، ما عندهم فيه ضرب، يقدر يضرب ولكن ما كاينش ضربه كبيره. هادشي تيديروا لكم دابا هما، ما تيتهلاوش. المستشفى واش عباد الله، المستشفى دايرين سيكوريتي عباد الله، ما عنده حتى شي تجربه، اكس كريمينال ولا شي واحد كسول مخدمينو تما، تيصدق حتى هو تيستعمل تيبيع في الدواء وتيحلل ليك وتيقول لك اش هذا، واش من خبره عنده؟ علاش احتاجوا السيكيورتي؟ ديروا الكاميرات، الكاميرات، وخدموا يخدموا الممرضه ولا الطب، لا 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 باقي عليكم شي طب، ما الطب كلهم تيهربوا. ودابا الطبيب تيكون عنده 8 سوايع يخدمها في نقولوا في موريسكو، ما تيخدمهاش، تيمشي يخدمها في كلينيك، وتيجي شي ساعة ويبوان تيقول بأنه راه جا داك النهار، هو راه دايرين حاطينو في الروطا، داك البروغرام شنو هذاك، حاطينو 8 سوايع، وتيجي تيدخل ساعة وتيمشي وتيمشي. وكثير دوك الطبيبات، دوك الطبيبات، هادوك الطبيبات مالين الترامي حاشاك، هادوك تفو عليهم. قلت لهم ما يقول تجي نعسان مريضة عليا الدم، انا مستريسيا، انا هادي انا هادي، والمساكن والمرضى تيموتو، لانه ما قالك الطبيبة زعما كاين شي حاجة، ما تعرف تنساو داك الحلف، داك القسم اللي تيقسمو بيه تنساوه. نقول لك فهمتي، دابا شي الهضرة تنعاود دابا الهضرة، حنا هذا ماشي هذا، حنا هذا في البار تناقشوا المواضيع الاجتماعية فهمتي. ودابا دابا ها هو دابا 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 على الغش، دابا الغش قبيل نشوف واحد الفيديو، واحد يوتيوبر تاع الجامعة ديال نوتنغهام
قالوا بأن الناس المخلودين، الدولة المخلودة هي الماروك إز توب، وشعيب برضه جاو توريز جامع الفنا كالو الماكسيموم 200 درهم، حسبوا ليهم 5500 درهم. خمالك مالهم، مشاو لميشلان ستار ولا مشاو عندك حمولة هذاك الصلع هذاك كوجاك، فين مشاو؟ مشاو عند شوميشة جامع الفنا، كانوا ضربهم 500 هذا الغش. جوج رومانيان ومرت بلغاريان توريست. ايوا شتي انت الغش والغشاشه الكبار هم البنايه الله يخليها سلع. انا نقول لك في هذه الليله الجمعه، وفرح والديك على ربي، لان هذه الليله الجمعه تنديعي على البنايه هم الغشاشه الكبار. وكثيرين تقولوا بينهم تاشرونات، تقولوا شيف دو بروجي، اي 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 شيف دو بروجي، اش من شيف دو بروجي تقول شفر لي ولدك، شيف دو بروجي دير شيف دو بروجي، تخول مع المول السيبلاي مع عندك لي فورنيسور، وتخول مع التاشرون، تدخل من هذا ويقول هو جو سوي شيف دو بروجي، اش من بروجي دير ماك واش عندك ما تبني الديور تيريبو. واش عباد الله الناس ساكنين في السكن الاجتماعي ما عرفوش كاين واحد لا فويدو، ما عرفوهاش مين كاينه. هذا المثال اللي نعطيك لخويا، انا خويا اللي في كندا، ها هو كل مره غادي كندا جاي، حتى هو ما تسمعش الهضره، ما سمعش ليا حتى دابا عاد قال لك اه كون صحاب. قلت له سير شري لك في اسمو في فلوريدا، ايوا عندك شحال من الساعه من مونتريال فلوريدا، شري لك في فلوريدا، شري لك في دايتونا، ولا شري لك في ميامي، ولا شري لك في كوكو بيتش، ولا شري لك في شي حاجه كاين. قلت الله في سابي شري لك فيلا تما ابارتمون، علاش جاي في المغرب دابا تيمشي ويجي على لافويت، ومازال ما عرفوش منين جاي لافويت، ولا ما تيهوز عليه، وديك الدار غادي تريب مدي، وكل شي الناس اللي سكنوا تما بناو عاوتاني، بداو من زيرو، لأن الغش دابا ماشي عندنا الحكومة تتغش، والشعب تا هو تيغش، كلشي تيغش، مول الطاكسي تيغش. اه مول الطاكسي هذيك مش الشفار الكبار ديال المغرب، هاك مول الطاكسيات، عاد زيد عليهم تقول القحب الشيفور ديال لي زومبيلونس، هادوك تا هما ما يسواوش. واش عباد الله غادي تعملو بيزنس، تيتكلمو باش فين بغيت فين ندوك، تيختارو لك داك المومنت ديك اللي تكون تا فيري ويك، تكون ضعيف، تقول اه انت تخاف بين تقول دوز لي الكلينيك، تدوك الكلينيك دي ياخذو الكوميشن، تيخلو الكلينيك، والكلينيك ما تيعرفو والو، ما تيعرف والو، والو غير النفخة. دي اللي نما راه عندهم شهريه من عند وزاره الصحه، وتجي للكلينيك تما يدير فيها فيزيتات، وديو كاعطيني كاش، لان لا مشى دخلوا على دخل على الحساب ديال الكلينيك، خصو يدوز في الكونتابيليتي، وعاد يعطيو الفلوس من هنا شهر شهر يعطوه، تيقول خلصني كاش، وهو تيخلص المصحه هذيك الساعه، تيعطيهم شتي هادو الاطباء، هادو الاطباء شفارتهم. دي واحد يقول تكلم عن التحرر، اش من التحرر؟ التحرر اش من التحرر؟ واش نتحرر؟ واش انا نتحرر؟ انا قلت لك التحرر، واش انا من دوك العداله والاحسان تنحرر الطلبه ديال اسمو ديال الاطباء هادو، اطباء الطلبه ديال الطب اللي تيحرروهم، واش انا نحرر؟ نحرر مع السياحه، مع السياحه انتم اللي تحرضوهم على السياحه، على خوتكم المغاربه، ودوك المغاربه اللي في الخارج اللي في فرنسا واسبانيا وايطاليان تيتصنتوا لكم، تيتمو جايين تما وعاد يخرج يشكيو. آه دابا غادي دابا من دابا غادي دابا يشوف يعاود على قبل الحولي، يجيبو شنو الحولي، يضربوهم 150 بون الحولي، يقول شي 200 الف فرنك ولا 300 الف فرنك الحولي، وهنا عندنا الحولي تعمل 67 بون. ها هي نخرج غير من هنايا وندخل فوز الارض الفلاحيه، ندخل فيها ونمشي عندك واحد عنده الحواله تما، يعطيني حولي ما يفوتش ليا 100 بون حولي، وهذا بالصوف ديالو نقي، ماشي في ذاك بحال المغرب مسخ. اه وجيت تكلم الانجليزيه فهمتي، وفي المغرب يبيعوا الحواله بواحد الثمن، وما عارفوش ما تعرفوش صحيح ولا مش صحيح، ما كاين لا شهاده لا والو، كتشري دير ذاتي ولا تلقى جيفه. اه ودابا دابا المشكل ها هما، دابا تيخونوك في عيد كبير، يخونوك في عيد صغير، يخونوك في عاشورا، يخونك فيما هذا، ويخونك في الريفيون. واش عباد الله في الريفيون تطلعوا في الثمانات، هذوك الكباري ديال لاكوت الوسخ، ها الوسخ دخل لهم بالنهار ودو شاعر كيفاش تشوف الوسخ،
انا نقول لك ايوا دابا الناس بيتكلموا على هذيك المحل ديال الحرام لا حرام ما الحرام مي تيخلصوا لي زاب بوكس جاو دو المراقبه راقبوا دخل لي قلب لي دوك الفريجيدير قلب لي الكوزينه قلب لي لي طواليت قلب لي كلشي فهمتي ما تقولش لي بانه هذاك لا 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 ما كاين لا حرام لا ما حرام راه فلوس الحرام هما معيشينكم نتوما شتي كنت دوك فلوس ديال الحرام وتعطيهم للصحة كل الناس كلها لابس عليها وكنزلو الفلوس الحرام تاخذوهم نتوما الحرام غير ملي تعجبكم الحال حرام ودابا دابا تقولو هذا حرام الخمر حرام البيرة وانا نقلب نقرا نشوف ديك شي برامج ماشي حرام ما حرام ما والو نتوما هما الحراميين الكبار فهمتي ما تولي حرام تتلح بيلا صافتي مي ديرها ديك الساعة أي حاجة من الفوق حرام أما بحال كدا تنشط ومع صاحبك في البار تتكلم مع خويا المروكي مريح تما راه فينا هو داخل سوق راسو ضرب ربعة من الهدو ديجا وجبت لي ميكله من عند مدام طيبات جبت لي شويه الميكله قال لي شنو هو قلت له دير اخت ما عرف اللحم قال لي واش هذا اللحم شنو هو قلت له والله ما عرف انا غادي ناكل لك شي تعطيني مدام ما تاكل ما نبقاش نسقسيها نقول لها شنو هو طيب راسك وما لي حالتي داك الشيء اللي عطاتو لي نقول بسم الله وناكلو هو تا هو قال لي زوين قال لي مرة جاب المدام دير لي بحال وحدي عجبوني نعطي بوك تشوب واه ما عليناش تحية واحد الأخ من مدريد مدريد عدم هذيك مدريد هذيك هذيك مدريد تاهي تما هو القحال في الكوب دورا باش دارو الناس ريزيرفو لوطيل مي جي لحقو تما قال لهم حق لوطيل سمحولا الدبل بوكيت يعطيهم فلوسهم بالعاني و تيكريو الشامبرا بدوبل هادو الصبليو الله يخلي ساعات هما الصبليو هما دخلو مع مول الطاكسيات دارو في الكوب دورا هاد لي ما جاز الناس يجي لوطي تقول لي حق تيقول لك فلوسك راه ما له وديك الشومبرا تيكروها لواحد اخر دوبل تريبل بالحرام بروفيتيرين وراه شكاو بهم اليوفا عرفتي نقاز على شكاو عرفتي شكاو فهمتي القحاب الصبلي ولا خلاص لا انا باقي عاقل نقول صبليني بورقة ندي باقي عاقل يمكن صغار شكون بورقة هما ولا حنايا ما عليناش هو على هذاك اسمو دابا بحال دابا هادو دابا كي خصنا ندير كي حملة نظف قنصليتي لان يعني دابا القنصلية كلهم مسخين ماتيريال قديم كلشي قديم عرفتي مع كلشي بيستوني تواحد يقدر يدوز للسفير والسفير حتى هو ما تيبغيش المشاكل ديال تيشفر الا قلت لي خصنا كرسي توصي الشيف يقول لي دوز البوت فير دوز شي واحد جيب شي كرسي تما بشي 5 بونت فهمتي هادي ديك البوت فير ديال جابنا واحد الطوموبيلات الاخر يجيبو صلاه تيقول لي تيقول الشيف دوز تما دبل لي على كرسي ولا شي حاجه ديال انا تا واش السفير تا هو خصو يشفر لان تبع عنده مده محدوده هنايا خصو يدير فيها الفلوس ما هذاك هذاك السفارة ما لهم شنو هو راه مروكي راه ماشي شي حاجه كثيره راه السفارة اللي تيكون نازيين راه معروفين لالا عيشة وهادي جوماني راه مشات لامريكا هادو هما اللي تيكونوا ما محتاجينش يقولوا على ولاد الخير جابوا كلشي القرب يقولوا حب هذا قداك الحداوي اللي كان عندنا هنايا قبل جمانه واحد الشفار من لو مكان كل مرة يقول جاب معاه بطلة من الخارجية أو أنت ساكن في واحد الدار فين هو البطلة البطلة الأول البطلة الثاني تيجيو تيسكنو في السفارة دوك في شي بيرو فوق شي محل ديال النيتواياج تيسكنو تما و تيجيب تيضرب فيها الفلوس هذاك هذاك الحل ديالو قول لك أنا نمشي قوي يعني نخاف منو أنايا ولا خوه ولا تبا با راه كتقتل العباد الله في اللحوم في وسط البحر انا نقولها لك انايا وداك خو راه كانوا شدوه شو شي حاجه نلقاو عليه شي فوت كان وزير ما وزير واش تخبر خو شو كل شي حاجه ولاد نقولهاش
ايوا دابا شنو هو، دابا شنو هو الحل اخوتنا المغاربه؟ ايوا عينا ما نشكيو، عينا ما نشكيو والو، ما نشكي. النقل ما كاينش، النقل ما كاينش، الضرب اذا مازال ما دارو في مازال الضرب، وش عباد الزمن ما قدرش يجمعوه. قلت لك قدا دابا خويا جا من الكلام ده عاوتاني، جا تاني راه عنده مشكل. ديك ديك الدار ديك قدام دارنا كاينه بركاسه، هذيك بركاسه خصها ديال الناس ديال دوميستيك، تجي دوك القحاب دوك اللي تيشطبو الزنقه في العكز باش يديها للديبو خويا، تيجي خويا فيك البركاسه. دابا دابا حنا ولاد عندنا كاين زباله امريكان وكاين زباله ماروكان، زباله ماروكان قدام دارنا وملاصقه مع المدرسه ديال التحدي والتعدي. ايوا الدراري صغار يدوزو يقراو ولصخ تما. هذا دابا قال لي، قال لي حق كتب رساله، ومالو غادي كتب، غادي كتب صاحبته رساله، قال كتب رساله. ايوا واش شي التقوى اللي تكتب رساله؟ قال لي كتبها ونفعوها لشي واحد اخر وشي واحد اخر. القحط قولي